العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما نافعا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفقنا والمفروض ما يصاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يصار ايش؟ مثل الكلام عند الوضوء. الكلام عند الوضوء مكروه. يصاب فاعله يصاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وصورة مختصرة المكروه خلاف السنة. المكروه خلاف السنة والحرام ضد الفرض. يكون لا يكون هنا عقاب إلا إذا كان فرضا. أما دون الفرض الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. هذا الأمر صحيح. يعني اتفقت أنا وياك على مسألة نفذناها ونفوذها يدل على صحته. والصحيح ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به، يعني يهتم به خلاف الباطل. الباطل لا يعتد به ولا يصح نفوذه. الباطل ضد صحيح يصاب تاركه والباطن ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني ليس فيه فائدة وقد يكون فيه ضرر. فصل في الفرق بين الفقه والعلم. والفقه أخص من العلم. ليش أخص؟ لأن الفقه جزء من جزئيات العلم، فالعلم يحوي الفقه وغيره، والفقه أخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. شهوم تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أظن كلام مفهوم. أنا أقول تفسيري والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم
على ما هو به في الموقف، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، صار الإنسان حيوان ناطق، فقلت له حيوان نائم، أصحبه، ما بيكون بيكون جاهل. والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، فإدراكي الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم يا لطيف، فإدراكي الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم يا لطيف، وبعضهم وصف هذا الجهل المركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضي وبما في البحار وعلى ذكر المصنف لا يسمى هذا جهلا. قال حمار الحكيم تهمة لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال حمار الحكيم يوما لأنصف الدهر ما كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني أنا جاهل وعارف نفسي إني جاهل، لكن صاحبي جاهل وجاهل بكون جاهل، فجهلي بسيط وجهله مركب. وصلى الله على سيدنا محمد.